ليس للوصافة. الخطيب شناوي. اوه 12 مبروك، هارد لك للترجي. الماتش كان صعب رغم ان في ناس كتير قالت توقعت ان الماتش هيبقى للاهلي والكلام ده، لكن احنا انا نفسيا بصراحه طول الماتش قاعد الكلمه الشائعه قاعد على نار على بركان، لان انت عارف ماتش زي ده جون واحد للترجي يديله البطوله، انتهى الموضوع، جون على ارضك حتى لو ماتش خلص تعادل. عشان برضك ما اطولش عليكم، احنا بس بنبارك ونهني. عايز اتكلم على كام نقطه كده في السريع. بين سبورت فقعتونا بصراحه، الشوال موزيع محترم لكن ما يجيش يشجع طول 100 دقيقه. يا جماعه معيشنا الماتش في رادس مش معيشنا في القاهره، طول 100 دقيقه الشوال مجننا، ما عارف اللي بيبلينا على النار، يلا امشي امشي دير بالك. بصراحه ال 100 دقيقه عايشينهم في تونس، الشوال شوال النهارده عايش الماتش كله في تونس، ما جتش في الاهلي غير 3 4 كور وفي خلاص بقى لما البطوله راحت، لكن 100 دقيقه الشوال نفخنا، الشوال 100 دقيقه يا جماعه نفخنا بينتقم منا. ايه يا عم الشوال ليه كده؟ خليك روح رياضيه، انا عارف ان انت نفسك ومنى عينيك تاخد البطوله بس مش مكتوبه لك بقى، يعني خلاص خلاص. لكن انت قسما بالله نشفت ريقنا، انت حسستني، انا لو تونسي حسيت ان الماتش راح لرادس، الماتش كله في رادس والماتش راح للتوانسه، انا حسيت كده والله، انت ما عتقتناش انت ذلتنا. لكن الحمد لله الحمد لله ربنا نجدنا من المقلب اللي انت عامله انت وبين سبورت، يعني 100 دقيقه يا عم عصام بهدلتنا بهدلتنا. هنتكلم على كام حاجه كده في السريع او كام لعيب كده، يعني اكرم توفيق خد مان اوف ذا ماتش بس يستحق قسما بالله، ما قعد طول الماتش الواد 100 دقيقه التحامات تكلينج دفاعي يضغط على الخصم، ما بص ضربوه شنكلوه كذا مره لعبوا على رجليه، ورغم ذلك 100 دقيقه اسد بيجري في الملعب بينقض على الكوره انقضاض يستحق مان اوف ذا ماتش. الماتش ده اكتر واحد فيه، يمكن امام عاشور كان بيلعب بس دي مهمته، دي ان يغير محور اللعب وان هو يفتح اماكن ويحط كوره قدام المرمى، دي بتاعت امام عاشور، دي وظيفته، اللاعب ده مكانه هنا، ده مكانه في الملعب. لكن اكرم كان بتلاقيه في كل حته، في كل حته بيجري في اماكن انت مش مكانه، تلاقيه راح كابس هنا، راح عامل تكلينج هنا، راح مشترك في كوره، راح طالع ضرب بالراس. بصراحه شابوه اكرم توفيق، عمل ماتش امتياز. انا لو مدرب الاهلي اعمل له الشيك على جنب كده لمجهوده، الراجل 100 دقيقه ما عادش 100 دقيقه طحن 100 دقيقه طحن، ضرب في وشه وضرب في رجليه وبسن الستارز وبالابزاز ستارز يدوس على رجليه وبهدلوه والراجل ما رقتش. بصراحه يا اكرم 100 دقيقه امتياز، انت تستحق تلعب في نادي زي الاهلي، انت تستحق تبقى لاعب دولي. انت اللي عملته النهارده اكرم توفيق ما حدش اتكلم عليه، حته ان دي مان اوف ذا ماتش دي لا دي مش دي دي, دي, دي شويه على اللي عمله اكرم توفيق في الماتش. الحاجه الثالثه ان هنا طبعا الشوال زلينا الحمد لله، واكرم بصراحه مان اوف ذا ماتش بجداره. الحاجه الثالثه اللي وقعت قلبي انا بقى ضربه الجزاء، انا مش محلل وبتوع التحكيم بقى هم اللي هيشتغلوا في القنوات بقى بين ومش عارف بتاع، لكن انا اعدت الكره كذا مره. كريم توفيق تقريبا كان مشترك في الكوره، انا شايف ان هو لعب على الكوره الاول وبعد كده التاتش حصل مع اللاعب التونسي، والراجل ده يعني هنجيله بعد كده، يعني الكوره دي انا تيجي على قلبي ضربه جزاء خلاص الماتش خلص ضرب، بس هو لمسه بعد ما خرج الكوره، فهل دي تدينا احقيه بضربه الجزاء او الحكم اخفق؟ ما هو اصل الحكم ده بشر يا جماعه ممكن يغلط عادي، بس بالتالي لو الفار كان رجعه كان فيها كلام تاني، اللي هيقولوا بقى ان احنا مكوسينها مع بتوع الفار عشان نكسب الماتش، بس هي اتعادت الكوره اتعادت، يعني في متوشه الكوره المخ ما بيعيدش، لكن دي اتعادت عشان تتشاف والناس تشوفها وتعرف. اللاعب بقى ده اللي عمل عليه التكلينج ده كريم قسما بالله خزوقنا،
الواد ده لو موجود من اول الماتش احنا كنا شلنا اتا. الواد ده لو مدرب الترجي نزله من الدقيقه الاولى كان بهدلنا. الواد مسك حته علي معلول دي قلبها مجزره في اخر الماتش، ال 15 او ال 20 دي لعبهم قسما بالله بهدلنا. شوف كام هجمه اتعملت علينا في حته علي معلول دي لما الواد ده نزل الافريقي ده، انا حتى مش متذكر اسمه يعني، او يعني ما اهتمتش باسمه، بس بهدلنا اقسم بالله بهدلنا. بهدلنا كام ديال اعصابنا تعبت، هجماته فظيعه، عمل علينا شويه كور وديت تجيب لك السكر وانت قاعد، تجيب لك السكر. لا بصراحه اللعيب ده لو عندك واحد زيه ده مشكله، اللعيب ده مشكله. اللعيب ده استغل غياب معلول في الحته دي وكل علينا عيش وحلاوه قسما بالله، ركبنا شخللت، ركبنا شخللت. ف بغض النظر الحمد لله الحمد لله خدنا ال 12 واحنا كده كده رايحين كاس العالم، بس دي حلوه في التصنيف والبطوله كلها بنحلم بيها تمام. وبرضك خدناها بجون زي ما خدناها من الوداد، هارد لك برك الوداد هو اصلا مش معانا في البطوله دي من البدايه، بس يعني انا حبيت بس اعلق على كام نقطه كده. بصراحه 100 دقيقه يا شوال بهدلتنا، 100 دقيقه بهدلتنا، بس هارد لك ليك ومبروك للاهلي ومور الاهلي بصراحه، حقهم يفرحوا النهارده. بطوله 12 بطوله فوق رادارك، يعني الناس التوانسه اللي كانوا حاضرين الماتش وباكوا ليه حقيقي، لان هم هستخدم بقى كلمه الشوال، روتوري طمعك يعاود يخسرك، انتوا نسيتوا كلمه الشوال دي، بس انتوا عملتوا كده في صن داونز، وانا بصراحه كنت مرعوب من الماتش اللي في رادس والماتش اللي هنا، انتوا غلبتوا صن داونز رايح جاي، واحنا صن داونز ده كان علينا قتا يعني. بس النصيب الحمد لله، الحمد لله ربنا اراد ان البطوله ما ترجعش، البطوله في بيتنا. مبروك للاهلي، هارد لك للتوانسه والجاليه اللي عايشه معانا هنا، او جمهور التونسي اللي حضر، هارد لك. اتشرفنا بيكم طبعا، ماتش كويس جدا، مش هقلل من 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 حد في الملعب، مش اللي هو جون التونسي بصراحه شابوه، انت شلت كتير، مفيش شلت كتير في رادس وهنا، محدش هيب عليك، انت ما قصرتش. انا شفته بيبكي ازاي في الماتش، لان هو فعلا شال، بيلعب راجل 90 دقيقه سواء في رادس ولا هنا، هي كره واحده اللي فاتت منه بتاعت قفشه، وقسما بالله ما يسالش فيها الكره، قفشه حاططها في حته، يعني هو كولر برضك ذكي، منزل قفشه وكهربا في الوقت اللي انت بقى خلاص عايز تجنن الفريق، هم كابسين عليك دفاعيا وبيحركوا الكره عليك وبيعملوا لك، هو بقى منزل الاثنين يقرفون في الحته دي، فعلا اختيار من كولر ينزل قفشه جنب امام عاشور وينزل كهربا يجري شويه، وشابوه ابو علي وسام ابو علي شابوه، اقسم بالله يا ابني ما قصرت، المده اللي لعبها كلها ما بيقعدش ما بيبطلش ضغط، تك 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 زي الكوره البنج في الملعب. مش عايز انسى حد عشان ما قللش من قيمه حد، بس صدقوني اقسم بالله الماتش كان صعب جدا، الماتش الشوالي عايشنا على اعصابنا، انا حسيت ان الملعب اللي بنلعب فيه ملعب رادس في تونس ما هوش ملعب القاهره. فشابوه يعني شوال، وهارد لك للتوانسه ولرادس، ومش وحش في حقكم انك تخسروا قدام الاهلي، مبروك للاهلي، وليله سعيده عليكم ونشوفكم على خير.